أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أرحام في دولة أخرى، وقد لي أرحام في دولة أخرى، وقد عاتبنا كثير على عدم الذهاب لهم بأننا قاطعون للرحم. نعم. لنا أرحام في دولة أخرى، وقد عاتبنا كثير على عدم الذهاب لهم بأننا قاطعون للرحم، وسبب عدم ذهابنا هو أننا لا ندخل من تلك الحدود إلا بدفع رشوة لرجال الجمارك حتى يمشوا أمورنا، فهل هذا سبب لزيارتهم أو هو سبب مانع لعدم الذهاب لصلة الرحم؟ تذهبون لزيارة الرحم ولو ترتب على هذا أنكم تدفعون للمسؤولين، لأن هذا من باب التوصل إلى الحق وصلة الرحم، ولا تظلمون أحد، هذا ما ظلمتم فيه أحد، ويكون الإثم على الآخر. نعم.